أساسيات ريادة الأعمال دايرين ناخذ عليها نقاط مهمة جدا. احنا ذاته انا ومحمد اخوي ده دايرين عايزين ندخر وعايزين نخش في ريادة الأعمال بعد الحلقة والكلام الجميل ده. والله يعني يمكن يعني الواحد لو رجع لموضوع الادخار لانه ايضا مربوط بال يعني هو دائما السؤال بيكون انه رائد الاعمال ده بيجيب تمويل لمشروع من وين. أيوة يعني صحيح. يعني يعني واحده من 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 مصادر التمويل هي المدخرات كويس. بعد ذاك هو يعني بعد ذاك ممكن هو يكون عنده يشيل تمويل من 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 قريبه من ابوه من كذا يعني يتصرف في اصلا لكي يقوم يعني هو مرتب على انه عامل دراسه جدوى وبيفتكر انه المساله دي ممكن تكون مفيده وكذا. لكن انا عاوز اقول انه الادخار فعلا زي ما تفضلت الان موضوع الصناديق وكذا هو ده ادخار بسموه ادخار كانه ادخار اجباري ومفيد لأنه الادخار الاختياري في كثير من الأحيان يعني بيكون صعب حكايتين والله واحد أزول يمشي يطلع من مرتب يطلع كده وكده ويخدي وبعد شوية بخش فيها. لكن لما يكون أصلا هو عارف أنه والله عنده حاجة إجبارية زي قصده ده خلاص ده الصندوق وده بتكون المسألة يعني فمهمة الصناديق. أفتكر أنها من الطرق الادخار المهمة واللي طبعا برعوا فيها أصلا النساء في المجتمع السوداني وانتشرت. يعني أفتكر كل مثلا مؤسسات العمل وكل الجهات والمصالح والجامعات وكذا تلقى الزملاء والزميلات كلهم ده موضوع رئيسي. فدي مهمة. النقطة المهمة اللي تفضلت عنها موضوع انه اساسيات ادارة الاعمال عفوا ريادة الاعمال انه الابتكار. يعني فعلا انت بتجي بتشتغل حاجة يعني بتكون في بالك شنو الحاجة اللي انا الاضافة البضيفة للموضوع. يعني انا بجي داير اعمل حاجة حتى ولو الحاجة هي اصلا موجودة لكن انا حاعمل حاجة مختلفة تضيف قيمة لها. يعني احل مشكله في منتج معين في خدمه معينه انا اقوم اعمل يعني اعمل اضافه يعني